يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المبيت بمنى في أيام منى، وماذا علي لو نمت في العزيزية؟ حكمه الوجوب، نسك من مناسك الحج، بات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليالي التشريق الثلاثة، وقال خذوا عني مناسككم، وبات ليلة الثامن ليلة عرفة، هذا سنة المبيت ليلة التاسع، هذا سنة. أما المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فهذا واجب من واجبات الحج، يجب بتركه دم، إلا المعذور المريض اللي ما يستطيع نقل للمستشفى، أو إنسان له عمل يتعلق بالحجيج، مثل رعاة الإبل، إبل الحجيج كان في الزمان السابق، أو السقاية، يسقون من زمزم، يروحون يقترفون الماء من زمزم ويهيئونه للحجاج، السقاية، هذا لهم عذر، يعملون للحجيج، أو طبيب يروح يباشر عمله في المستشفى، يستقبل المرضى، هذا عمل للمسلمين، هب عمل له خاص، عمل للحجاج لا بأس. وإذا لم يجد مكانا في منى، يبيت في طرف الحجاج، يبيت في طرف الحجاج، اتقوا الله ما استطعتم، يبيت في طرف الحجاج، مثل الذي ضاق عنه المسجد فصلوا خارج المسجد، صلى مع الذين خارج المسجد لا بأس. نعم.